بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم اخوكم كمصر من معرض غصن الزيتون لتجارة السيارات. النهارده بيتشرف ان احنا بنسلم عربية سوزوكي فان اس زد اكس موديل 2023، بنسلمها لاخواتنا وحبيبنا اللي شرفونا، العمدة اللي هنتعرف عليهم. تعرف عليك عمدة. اخوك في الله حمدي شعبان زكي، محافظة بني سويف، مركز ناصر، قرية الحمام. احسن ناس في الدنيا. الله يكرمك. الله يبارك لك حبيبة سعادة الباشا. الله يكرمك. اول حاجة شرفناها في معرض غصن الزيتون سعادة الباشا. والله بصراحة حاجة جميلة جدا والله، وناس محترمين والله، واخلاق عالية حاجة زي الفل والله. حتى اثر معاك في اي حاجة؟ لا والله لا والله يا باشا، كرم زيادة عن اللزوم. خمس دقايق وكنا مستلمين والحمد لله والله، كل حاجة تمام والله. ايه رأيك بقى في الاس زد اكس؟ لا حاجة جميلة والله، الله يبارك لكم والله. كل اوبشن. لا بالصلاة على النبي، حاجة جميلة والله. انت بتتفرج علينا على النت ولا حد قال لك على المكان؟ على النت والله، وفي المكان بصراحة يعني ناس كتير قوي دلونا علينا والله. حبيبة سعادة الباشا، نفس اللي انت كنت بتتفرج عليه جيت لقيته هنا. بفضل الله والله، حاجة جميلة جدا والله، ربنا يبارك لكم والله ويزيدك. الله يكرمك. الله يبارك لك يا هندسه. الله يكرمك. عارف برضه على اخونا عماد حمد شعبان. حبيبي يا عم عماد، ده اول حاجه من بني سويف برضه. بني سويف ابويا الحاج السيد وقال السيد شرفنا والله. ربنا يخليك. ايه رايك بقى في العربيه اللي انت خدتها؟ الله يبارك لك والله. الله يبارك لك. اتفرجت عليها، عربيه فيها شاشه، فيها قوانين ليد، امان ضد السرقه، عربيه كامله كهرباء كلها بفضل الله. الله يبارك لك والله، حاجه 100 100. الله يبارك لك يا سعاده الباشا. الناس بقى تتفرج عليك على النت بقى تقول لهم ايه هنا عم معرض غصن الزيتون؟ والله صراحه حاجه تشرف بجد، خمس دقايق وكل حاجه كانت خلصانه الحمد لله. تأثر معاك في اي لا حاجه؟ لا مفيش والله الكلام ده. اتفرجت على عربيات براحتك؟ احنا اخترناها من وسط العربيات طلعوها. الله يبارك لك يا معلم. ربنا يخليك يا باشا. ربنا ان شاء الله يديك خير ويوفقك شرامه، ما تكونش اول اخر تعامل ما بيننا. ربنا يخليك ان شاء الله. حبيبي يا ريس، اخونا برضه اللي معانا ممدوح رجب جدعان. حبيبي يا عم ممدوح، ايه رايك بقى هنا في المعامله يا عم ممدوح؟ لا حاجه كويسه يعني، حاجه بالصلاه على النبي يعني، حاجه دخلت المعرض حد اثر معاك في اي حاجه؟ لا ما فيش حاجه. اتفرجت براحتك، تعاملت اللي انت اخترته بفضل الله، هو ده تمام. دخلنا اتفقنا. الله اكبر، يعني حاجه حلوه، حاجه تشرف. حد اثر معاك في اي حاجه من ناحيه بقى الاسعار؟ لا من ناحيه اي حاجه في الدنيا؟ لا مفيش حد اثر معايا صراحه. خلص طلع كل الحمد لله. نشكر اهلي بني سويف يا باشا، اول حاجه انت شرفتنا في معرض غصن. لا خليك يا باشا. لا خليك حبيبي يا مدير. اخونا برضو اللي معانا رمضان شعبان زكي. حبيبي يا عم رمضان من بني سويف، مركز ناصر الحمام. احسن ناس سعاده. انت احسن والله. اهل السعيد بقى اتفرج عليك يا عم ناصر، تقول لهم ايه بقى هنا؟ لا والله دي حاجه حلوه. الله اكبر، يعني ما خدناش وقت والله، 10 دقائق كل حاجه خلصت، كل تمام يعني. لا تمام يعني الله. الحمد لله والله كله تمام والله الحمد لله، مفيش تقصير خالص يعني. الله يخليك يا ريس. في نهايه اللقاء بنطلب من ربنا اللي هو يديكوا خيره ويوفقكوا شرها، ما يكونش اول اخر تعامل ما بيننا سعاده الباشا. الف مبروك يا عمر. الف مبروك يا باشا. عشان نسجلها